مساء الخير. تعتبر الشوربة من الأطباق الأساسية على سفرة الصائم خلال فترة شهر رمضان المبارك، فبالإضافة لطعمتها الطيبة والغنية إلى فوائد غذائية متعددة لصحة الصائمين. أولاً تتميز على احتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، فيتامين سي، فيتامين اي وغيرها، لذلك تعتبر غذاء صحي بامتياز لنبلش فيه وجبة الإفطار. تحتوي على كمية عالية من المي والألياف، وبالتالي تعتبر وجبة أساسية لتسهيل عمل الجهاز الهضمي، الوقاية من الانتفاخ والإمساك. طبق الشوربة الساخن بيعطي دفء للمعدة، وبالتالي بيسهل عملية الهضم، بيساعدنا على الشعور بالشبع بوقت أسرع، وبالتالي تلقائيا حاجتنا رح تخف لاستهلاك الطعام. كيف نحن منزيد من فوائد الشوربة؟ نعود حالنا على إضافة الكركم، الزنجبيل، القرفة، الكمون للشوربات لأنها تعتبر مضادات أكسدة. نتجنب الزبدة ونستبدلها بزيت الزيتون، ونبتعد قدر المستطاع عن مكعبات المرأة وظروف الشوربة الجاهزة بسبب خلوها من المغذيات واحتوائها على كمية عالية من المواد الحافظة. إضافة الخضار الملونة مثل الجزر، الفليفل، البندورة الغنية بمادة الليكوبين اللي بتحمينا من الأمراض السرطانية. هيدي كانت حلقتنا لليوم، تابعونا بحلقات جديدة، إلى اللقاء.